أعزائنا المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بأبرز العناوين. وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف تختتم دورة تطبيقية حول مناسك الحج وذلك في إقليم علي سبيحة. الدولة الإسلامية تستهدف إلى إسقاط طائرة تابعة للاتحاد للطيران. من مقدمة النشر إلى تفاصيلها مع الزميلة عوا عبدي. أهلا بكم. طبقا لبند 11 لقانون رقم 59 الصادر في 20 يوليو 2014 المتعلق بتنظيم وسير أعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قام رئيس هذه اللجنة السيد سليمان عمر عادن أمس بزيارة تفاقدية إلى دائرة الخامسة ومفرزة الدرك الوطني الواقعتين في حي شيخ عثمان. وكان باستقبال اللجنة لدى وصولهم إلى مفرزة الدرك الوطني الملازم إبراهيم بلة، كما قام بزيارة تفاقدية إلى دائرة الخامسة حيث كان في استقباله النقيب إدريس عثمان مسؤول الدائرة الخامسة. هذا وقام الوفد بقيادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مختلفة لمرافق الدائرة الخامسة ومفرزة الدرك الوطني وللمسجونين في هذه الدائرة. وتهدف هذه الزيارة التفقدية إلى الإطلاع على ظروف السجناء وكيفية التعامل معهم. ويتكون الوفد من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوض وأمين العام للجنة، إضافة إلى العديد من كوادر هذه اللجنة السيد صالح سعيد دعالي والسيد أمين محمد. وفي مداخلة لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد سليمان عمر عادن في هذه المناسبة قال: نقوم بزيارة تفاقدية إلى مفرزة الدرك الوطني وشرطة الدائرة الخامسة الواقعة في حي شيخ موسى، وتهدف هذه الزيارة إلى وقوف على أوضاع السجناء في هاتين المؤسستين، وتبدو أوضاعهم جيدة. وسنقوم بزيارات مماثلة إلى مختلف المساجين في التابعة في جيبوتي العاصمة. في إطار برنامج تعزيز وحماية حقوق الإنسان، نظمت لجنة الإدارة المجتمعية في حي الواقع في بلدية بلعوص الأربعاء حفلا مكرسا لتوعية الأهالي حول حقوق الطفل، وذلك في مركز التنمية المجتمعية في هذا الحي. ونظم هذا الحفل بتعاون وثيق مع الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وذلك في مسعى لتوعية المجتمع حول عدة مسائل المتعلقة بالطفل، منها حقوق الأطفال وحقوقهم في الحصول على بطاقة الهوية الوطنية ومختلف الأوضاع كتخلي أي ممارسة لختان الأنثوي ومكافحة مخطرات. وشارك في هذا الحفل الذي يهدف إلى توعية أهالي حي الرابع حول حقوق الأطفال والعديد عدد كبير من النسوة والشباب القاطنين في هذا الحي. وتم خلال هذا الحفل توعية جميع المشاركين على ضرورة احترام حقوق الأطفال وتقديم المعلومات الحقوق الأطفال اللازمة إذا لأولياء الأمور على أهمية تعليم الأطفال فيما يتعلق بجميع المناهج الدينية وتعليم الصحية وغيرها من المناهج. وفي مداخلة لمسؤولين لجنة الإدارة المجتمعية أعربوا عن شكرهم للاتحاد الوطني لنساء جيبوتي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة الذين لا يدخرون جهدا في حصول الأطفال في ظروف معيشية ملائمة، كما قدم شكره لكافة من قام بالمساهمة من أجل إنجاح لتنظيم هذه المناسبة. وطلب جميع المستفيدين المشاركة في هذا الحفل إلى تنفيذ ما تلقوه من توعية لصالح الأطفال. وفي شأن محلي آخر، نظم في السنوية التقنية في منطقة تجرة حفلا مكرسا لاختتام دورة تدريبية وتوزيع الشهادات على الشباب المشاركين والقاطنين في هذه المنطقة. هذا واستمرت هذه الدورة لمدة 4 أشهر، كما استفاد منها 407 من الشباب القاطنين في المدينة البيضاء
وجرت هذه المناسبة بإشراف الأستاذ جباسي محمد طاهر، كما شارك فيها نائب والي إقليم السيدة حبيبة وسكرتير المجلس الإقليمي السيد إدريس أنبسا، كما شارك شخصيات رفيعة المستوى وعقال أعيان هذه المنطقة. وتندرج هذه المناسبة في إطار مكافحة البطالة وخلق فرص عمل لدى الشباب المنحدرين من منطقة تجورة. وفي مداخلة لأحد المسؤولين في هذه المناسبة قال: قمنا اليوم بتوزيع الشهادات في اختتام دورة تدريبية حول الكهرباء والميكانيكا والسماكة لصالح الشباب الذين تركوا مقاعد الدراسة، واستفاد من هذه الدورة حوالي أكثر من 100 شاب. وأخيرا قدم الشكر والتقدير لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على هذه المبادرة التي تندرج في إطار مكافحة البطالة وخلق فرص عمل للشباب المنحدرين من منطقة التجرة. بمبادرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري، أقامت الوزارة بالتعاون مع الملحقية الدينية في السفارة السعودية فعاليات دورة تطبيقية حول مناسك الحج لصالح الحجاج الجيبوتيين القاطنين في منطقة علي سبيح الذين سيؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام لهذا العام. وانعقدت الحفل اختتام هذه الدورة التي نشطها منسوبو وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة وأعضاء بعثة الحج خصوصا العلماء بحضور المسؤولين المحليين من منطقة علي سبيحة. وتهدف الدورة التي ذابت الوزارة على إقامتها سنويا على مدار الأعوام الأخيرة إلى اطلاع الحجاج الجيبوتيين على كافة المعلومات المتعلقة بأعمال الحج سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة من خلال محاكاة افتراضية لمناسك الحجة. كما شارك في هذه المناسبة ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في منطقة علي سبيح وعلماء هذه المنطقة. دوليا، بدأ الرواندييون الإدلال بأصواتهم صباح اليوم الجمعة في انتخابات رئاسية يضمن فيها الرئيس المنتهي ولايته بول كيغامي الفوز بولاية جديدة. ودعي حوالي 6.9 مليون ناخب الجمال للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي يتنافس فيها كيغامي 59 عاما. وفي العاصمة كيغالي فتحت المراكز الاقتراع في التمام الساعة 7، فيما اصطف العشرات بانتظار الإدلال بأصواتهم. وتغلق مراكز الاقتراع في الساعة 3 مساء. من غير المتوقع أن تعلن النتائج المتوقعة قبل سبت، وشهدت البلاد نموا ملفتا في عهده ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. وفي الساحة الدولية أيضا، أعلنت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي أنها تعمل على مساعدة الشرطة الأسترالية في التحقيق بشأن مؤامرة مفترضة لإسقاط طائرة ركاب مدنية. وقال بيان لشركة الطيران الإماراتية إن فريق الاتحاد للطيران لشؤون الطيران يساعد الشرطة الفيدرالية الأسترالية في التحقيق التي تجريها ولا زالت القضية مستمرة. يأتي ذلك بعد كشف عن اعتقال 4 أشخاص في أستراليا نهاية الأسبوع الماضي خلال مداهمات جرت في عدة ضواحي بمدينة سيدني، في حين لم تكشف الشرطة اسم شركة الطيران المستهدفة ولا الوسائل التي كانت ستستخدم في تنفيذ هذا الهجوم. بهذا النبأ نأتي وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نشكركم لحسن المتابعة، إلى اللقاء.